هي ليست المرة الأولى التي يتحدى فيها الشاب اللبناني مايكل حداد إعاقته، لكنه هذه المرة رفع سقف التحدي وتسلق بجسده المشلول صخرة الروش قلب لبنان كما وصفها. وبعد 3 أشهر من التدريبات مع الجيش اللبناني، وصل حداد إلى أعلى الصخرة قاطعا لوحده أكثر من 40 مترا خلال 40 دقيقة. عملت رقم عالمي جديد تبرهن أنه الإعاقة هي بالرأس نفسية تفكير، وكل واحد بإرادته في يكسرها. أنا عندي شلل 75% من جسمي، يعني اللي عم بعمله مستحيل أنه أقدر أوقف وحدة، برضو عملته. مايكل كان محاطا بعناصر من الجيش اللبناني أثناء تأدية مهمته، وبينما حلقت المروحيات في سماء العاصمة اللبنانية تزامنا مع التحدي، تجمع اللبنانيون على الكورنيش البحري هاتفين لمايكل. فتحدي الإعاقة لم يكن دافع مايكل الوحيد. نقيت صخرة الروشة لأنها هي رمز بيجمع اللبنانية، مثل ما مشيت للأرز اللي هي شعار لبنان، اعتبرت الأرز هي قلب بيروت وقلب لبنان وقلب كل العرب والدول العربية، أنه تجي لهون تفتح. وأخذت معي مساج على النهار العالمي للشواطئ، أنه نحن النظافة من إيماننا، كل واحد في يكون مواطن وغفير صالح. إحنا إذا واحد بيشعر شوي أخ هيدا بيعطي بريمون يعني قوة ونشاط. مايك حداد صديقي من زمان بعرفه، بعرف قصة حياته كيف فات عمل جاتسكي وفات بالحيط وكسر ظهره، كان عمره 6 سنين. مايكل هو أيضا ناشط بيئي، لذلك شكل تسلقه لصخرة الروشة متنفسا للجمعيات البيئية التي عبر أعضاؤها عن مخاوفهم. فإضافة إلى التلوث البيئي، يخشى المشاركون هنا أن تتحول الثروة المائية إلى ثروة خاصة يمنع العامة من التمتع بها. نحن جمعيتنا جمعية جايين من الجنوب على بيروت لنقول أنه ممنوع نحجب الرؤية عن هذه الصخرة، وممنوع نمنع المواطنين، لأنه هذه المنطقة هي المتنفس الوحيد للناس ببيروت. الشاطئ اللبناني أكتريته صار مستملك واستملاك غير قانوني، وهيدا عم يمنع الناس أنها توصل للشاطئ. وبعد لبنان يتحضر مايكل لتسلق برج خليفة في دبي لأنه يمثل هويته العربية كما يقول. إيمانا منه بالبيئة وحقوقها، اختار مايكل حداد صخرة الروش في بيروت ليتسلقها متحديا إعاقة جسدية رافقته منذ الصغر. من بيروت، غنوة يتيم، العربية.